الخان المدلل، السوق الذي يقع في منطقة الميدان وسط بغداد، أحد الأماكن التراثية التي يقصدها الزائرون للتعرف على ماضي المدينة وإرثها الاجتماعي. أصحاب المحلات التجارية في خان المدلل يقولون إن هذا المكان كان مقصداً للتجار من مختلف مدن العراق في مطلع القرن الماضي، لكنه تحول مع مرور الوقت إلى مكان لبيع المقتنيات القديمة أو الأنتيكات كما يطلق عليها. أغلب الغراض احنا نحصلها من البيوتات البغدادية العريقة اللي موجودة ذات باع طويل في اقتناء التحفيات والأشياء الثمينة والأشياء اللي لها تاريخ ولها قيمة فنية وحضارية وتراثية. ويوضح صاحب محل لبيع المقتنيات أن هناك فرقاً بين التراثيات والأثريات فيما يتعلق بعمر المقتنيات الموجودة في خان المدلل. احنا هنا نحتفظ بالأشياء اللي عمرها 300 سنة وجوه، لأن فوق ال 300 سنة تصبح آثار، هاي من حق الدولة إن كانت عراقية وإن كانت أجنبية أي، فآثار هنا ماكو، تراث أكو. بس طول 21 دقيقة. ورغم غلاء بعض القطع في هذا السوق، إلا أن الزائرين المهتمين بما هو نادر يقدرون قيمة هذه الموجودات ويعكفون على شرائها. جينا هنا هم نباوع ونقضي وقت حلو ونتذكر أيام القديمة، يعني مرات نشوف أشياء تعجبنا ناخذها. وكان خان المدلل في الأساس فندقاً يرجع تاريخ بنائه إلى أكثر من 100 عام، وغنت على مسرحه المطربة الراحلة أم كلثوم عندما زارت بغداد في ثلاثينيات القرن الماضي، كما غنى فيه كبار المطربين العراقيين والعرب.